هاي السلام عليكم، كيف كتشوفوا؟ السلام عليكم. خلينا خويا نهضر ونقول لهم شنو كاين. عبرت عليكم بزاف الصراحه. أوا مصطفى ندير لكم مقدمة دابا، ليتس جو. كيف كتشوفوا الحباب؟ واش مبروكة ورمضان كريم، بخير عليكم الصحة والسلامة. كيف كتعرفوا رمضان هو شهر المحبة وشهر المغفرة والتسامح، لذلك أنا قررت اليوم نجيب خويا يوسف الشنقاوي، نصافح مع خويا يوسف الشفواني. أخيرا قررت نصالحهم، يعني بعد مدة طويلة، يعني ما تيهضرش تقريبا شي عام ونص ما كيهضرش مع بعضياتهم، هما ما دوزوش يعني القليل مع بعضياتهم. الدراري الصراحة ظريفين بزاف بزاف، داكشي يدوزو ماشي قليل، يعني كانوا ديما مع بعضياتهم، كيديروا فلوغات مع بعضياتهم، كيتعاونوا هنايا وكيعاونوا المغاربة اللي هنايا. الدراري ماشي في يعني كيكون يلا جايين كيعطيهم يعني نصائح، يعني الدراري كيف غادي نقول لكم. المهم أنا هادشي ما بغيت نديرو وما قلت حتى شي واحد، حتى يوسف ما قلت له والو، حتى غادي ندير لهم يعني مفاجأة، يعني غادي نجيو غادي نلاقيهم مع بعضياتهم، وإن شاء الله خليكم معايا حتى الآخر ديال الفيديو، إن شاء الله إن شاء الله يعجبكم هذا الفيديو هذا. في نفس الوقت معايا خويا حمزه الزريمق، تبارك الله بيزنس مان هنايا معروف. ها هو خويا حمزه الزريمق، نعرفكم عليه. اهلا وسهلا الشباب، تبارك الله عليكم. اي حاجه لي مبادره مزيانه ان شاء الله، ولاد نتمنى لهم ان شاء الله غير الخير والمحبه والبركات. فهذا شهر الغفران كما قال سي مصطفى، وشهر المحبه، الله يقدرنا اننا نقدموا واحد بصمه خير للجميع. شنو كتعرف على يوسف الشنقاوي الصفواني؟ الشباب كاملين تبارك الله عليهم، الله يعمر دار وكاع المغاربه فيما كانوا، راه رجال والله ينصرهم جميعا، تبارك الله عليكم. وجيهم شباب ولاد الشعب، جيهم بداو من والو، وخاصهم يكملوا ويخليوا ديك المحبه. لا لا داعي ما بقاوش يهضروا هكا، خاصهم يتصالحوا ويرجعوا كيف كانوا في الاول. وهذه رساله ماشي فقط غير ليوسف الصفواني ولا الشنقاوي، لجميع الناس. اي واحد ماشي ما يحاولش يخلي واحد كما نقولوا شو مقلق من شي واحد هكا، فكون نتايا المبادر بالخير والمحبه للاخر، وهذا الشيء اللي كاين اخوان. شوف خصوصا في رمضان، في رمضان ولا غير رمضان، ولكن رمضان غيزوم داك الويس ان شاء الله. فالله يسر الامور ان شاء الله. امين امين الله عليكم. امين يا رب. كيف قلت لكم احباب، خليكم معنا ونكملوا الفيديو ان شاء الله. دابا احباب لقيتونا غادي نمشيو نفطروا مجموعين، معايا فيدريكا هي ايطاليه، هي راه صايمه اليوم. يو ار فاستينغ توداي؟ يس اي ام اجين 5 days. 5 ايام دابا هي فاطره. هي فاطره ولا صايمه؟ لا صايمه 5 ايام وهي حتى هي صايمه معانا، ومعنا شي يوسف. راه هو يوسف غادي فين؟ السلام عليكم. اليوم دابا غادي نمشيو نديرو الفطور ان شاء الله في واحد البلاصه زوينه كاينه في المول ديال الامارات، مع سي مصطفى ومع الجموعه كامله ان شاء الله. وصافي قلنا نجمعو ديما في رمضان. شكون نجمعهم انت ولا انا؟ باش نجيو نفطرو، حيت راه ديما بعض الخطرات ما عمرك تبتي لنا الفطور هذا رمضان هذا. والله حتى طيب. واحد المرات طيب زين. طاجين الكشاف البيض. نسيتيه؟ هذاك ماشي فطور، هذاك عشاء. السحور. السحور هذاك كياكل انت، والله الا كياكل انت. السحور هذاك، المهم ماشي مشكل. اليوم غادي نمشيو نفطرو كلنا مجموعين، و نوريكم اشنو حاش كندوزو الفطور ان شاء الله. وكنتمنى لكم رمضان كريم، وكنتمنى لكم الخير ان شاء الله. شوف شوف بغيت نقول لكم واحد الحاجه، صبر غادي نقاطع لك من هذا الشيء كامل. انا موجد لي واحد المفاجاه هو ما عرفهاش، فهمتي؟ غادي نخليكم حتى الاخر وغادي تشوفوها. شيكيكا لا لا، اليوم غادي نتلاقى مع واحد السيد شحال هادي ما شافوش، ولكن ما غاديش نقول له شكون، غادي نخليه يعني واحد السيد. بيزنس بيزنس شي حاجه ديال البيزنس. صافي بيزنس صافي سير على مولانا. يلا انا كيف كتشوفوا احباب، دابا وصلنا للمطعم. هذا هو المطعم. ها هو ها يوسف داخل هو الاول. فيدريكا دو يو لايك ذا ريستورانت؟ I've never been there. It's my first time, so I will let you know if I would like them out. Inshallah, you will like it. Ah, can you dream with the Maghrebi? Oh, yes, I'm great. 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 أنا منين في المغرب؟ منين؟ فاس خويا. فاس تحية الناس فاس. ضربنا البركة عندنا خويا هذا النهار، نهار مبارك أم سعود. ديما تقليد يا خويا. ضروري المغرب الدم. الله يحفظك يا خويا. قميجة عندنا في المغرب سميتها قميجة، حتى في إيطاليا عندهم قميجة. ها؟ قميجة؟ إن إيطاليان كاميتشا. إن موروكو؟ كاميجا. اش بالك يوسف؟ كاميجا ما فهمت والو انا، اذا ذكرى مع مغربي هكا تبدا لي. سي ديما 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 مغرب مغرب. العز خويا سعيد. الماكله جات. يا سلام سلم. سبقت لينا حنا واحد 3 ديال الدقائق وغادي يود ان شاء الله، وغادي نتوكلوا على الله. سلام. كيف كتسمعوا الحباب؟ دا هو كيودن. الله اكبر.
ها يوسف ولا يضحك. So Federic she will have this month. شابك مغرب هنا يا برافو عليك الدراري. اليوم مغرب. طابلك. طابلك. أنا كيف بليك تريني معه ما. عجيش نو الله اللي جالس كنفطر ووصلنا على يوسف باش ما نديرش الفرطه باش نعرفوش. قلت له غادي معايا واحد السيده بغات تريني بها وبغات نلقى كبير راه كيصون عليا دابا كتشوف. وي خو يوسف فين انت؟ انا قريب صباح 11 قريب. يلا يلا شتي كيف تشوفوا دابا باش ما نديرش الفرطه. انا غادي نمشي دابا نتعرض ليه باش نجيبو عند يوسف. هو يوسف راه ما قلت ليه والو حتى هو ما قلت ليه والو. غادي نلاقيهم بجوج على خدمه معايا خويا حمزه تشاوب هذه المهمه هذه. مرحبا اخوان نديرو يدنا في هذا الخير ان شاء الله. خويا اخوان فينك انت؟ ما شفتكش معايا حمزه. كنجي عندك كنجي عندك قطع قطع. ما شفتكش كاع والله ما شفتك فين؟ واش تبان لي حدا سيفورة ياك؟ بدا تشيليز بدا تشيليز. يلا سير. انت منين طالع منين طالع انت منين؟ صافي خليك انا نجي عندك حدا تشيكتك خليك يلا. مالك اخويا معصب مالك؟ رمضان هذا رمضان مالك معصب؟ سكار درتي ليا جي قلت لك راه واش انا هنا؟ قلت لي لا راه هنا جيت لهنا لا هنا. خويا واحد السيده كتصينك بغات تريني بها. زين اخي بخير الله يحفظك. الله يحفظك اخي. شو هذاك؟ اخي يوسف والله الا مزيان شي مزيان. شو هذاك؟ نهار كبير هذا. الله يحفظك. والله جاي مطلع عليا السكر شو واحد الزغبه طلعت لي الفوق شويكه. الله يحفظنا واحد فيا ان شاء الله. شكون يشفع عندك ليال يا سلام اخويا. ها؟ تذكري كنت صورني بحال تلاقيني مع واحد الكليان. نلقاك مع واحد الكليان ان شاء الله. تبارك الله عليكم. انتم خوش مزيان اخي صورة هذا مزيان. كتسال علينا كليان ما كليانش نقول هذا. كي جاتك يا يوسف هاد المفاجأة؟ ها؟ تبارك الله عليكم. الله يبعدكم من العيال انتم في الغربة فهمتي؟ غادي تكونوا في الغربة انتم في الغربة ان شاء الله. صافي بغا يضرب داك الشيء خاص دابا. كنت انا والله العظيم دابا والله حتى فرحان دابا بزاف والله لقيت واحد الله. شوف دابا الانسان في التبوريشه واحد الله. والله الا فرح ليكم بزاف الخوت واحد الله. الله يستر. هاي خويا خويا خاك. ما دوزتوش قليل اصاحبي انتم دوزتو قليل راه دوزتو انتم اصحاب اكثر من هنا. شوف في العواز كان. ما توعدونا ترجعوا اكثر من الاول. ان شاء الله ان شاء الله الله يسر لكم الله يسر عليكم. صافي غادي نخليهم كيف كتشوفوا احنا دابا جينا النهايه ديال البلوك يعني كاين شي حوايج ما بغيتش نقولهم قدام الكاميرا. يلا ان شاء الله نهضره وقفات ليا الحباب. يا الحباب ما تنساوش الا عجبكم هذا الفيديو ديروا كومونت ولايك. يلا نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. بيس. فيديو لكم يوسف. ما تنسوش اللايك كومنتير الله يعلمها. ديروا لي لايك. يلا السلام عليكم.